طبعا هذا النشاط الذي ينظمه المركز يأتي في إطار الدينامية التي أطلقها جلالة الملك لمراجعة مدونة الأسرة في خطاب العرش 2022، وكذلك رسالة التكليف التي وجهها جلالة الملك إلى السيد رئيس الحكومة لإعداد وتجديد بتجديد مدونة الأسرة بعد أن ظهرت مجموعة من الاختلالات كما سمى جلالة الملك على مستوى التنفيذ والتطبيق. ودعا جلالة الملك كما تعلمون إلى ضرورة إشراك الفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى الشركاء وخاصة الباحثين والأكاديميين. بالإضافة إلى هذا، هذا هو الجديد الذي سنتناوله في هذه الندوة، جلالة الملك نبه في خطب أربعة متتالية، خطاب العرش 2023 وخطاب افتتاح البرلمان وخطاب المسيرة الخضراء وكذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى الأكاديمية، أكاديمية المملكة المغربية، والتي افتتح دورتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. كل هذه الخطب الأربعة ركز فيها على منظومة القيم، منظومة القيم التي تعاني من اختلالات، من اهتزازات، من تحولات عميقة جدا تقتضي النظر إليها بعمق والالتفات إلى هذه الاهتزازات وهذه التحولات ومحاولة التفاعل معها من أجل صيانة منظومة القيم التي تعتبر طبعا هي صمام الأمان للتوابيت المغربية المعروفة. وبالتالي بهذا المنظور الشمولي سنتناول موضوع مدونة الأسرة هذا اليوم بحضور مجموعة من الخبراء والباحثين من زوايا متعددة. الزاوية الأولى هي الزاوية التشريعية والقانونية والتي تناولتها مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات التي اشتغلت في الموضوع، لكن نحن سنضيف إلى هذا تناول الموضوع من ناحية التنزيل، لأن الاختلال في التنزيل، ونحن نقول أنه مهما جودنا النص القانوني يبقى التنزيل هو المحك الحقيقي للتفعيل ولإعمال هذه القواعد والقوانين في مختلف المجالات. لذلك سنتناول الموضوع من ناحية المؤسساتية، ونقصد بها تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وكذلك المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية. سنتناول الشق التكوين، بحيث سنتناول قضية التكوين في التربية الوالدية على وجه الخصوص والتكوين في الوساطة الأسرية. سنتناول كذلك إدماج قيم ومبادئ مدونة الأسرة في المناهج التعليمية والتربوية. سنتناول أيضا حضور التوعية الإعلامية والتواصلية ودور الإعلام والتواصل في التعريف بهذه القيم وفي التوعية بها وبتحدياتها. إذن سنتناول الموضوع من ناحية الشمولية لكي نبلور مجموعة من التوصيات التي سنرفعها إلى اللجنة تتعلق أساسا بالتنزيل. ينخرط اليوم في هذه الندوة العلمية التي حدد عنوانها في مدونة الأسرة وسؤال الإصلاح من التعديل إلى التنزيل. طبعا مركز إشاعة للدراسات الأسرية راكم مجموعة من الخبرات والدراسات في مجال الأسرة، لذلك فهو يسعد بالانخراط اليوم في هذا الورش الإصلاحي بهذه الندوة. إذن كما تلاحظون الموضوع هو مدونة الأسرة وسؤال الإصلاح من التعديل إلى التنزيل. نحاول أن نؤكد خلال هذا النشاط بأن المسألة لا تتعلق فقط بتعديل قوانين الأسرة أو حتى بالتطبيق القضائي، لأن تعديل قوانين الأسرة والتطبيق القضائي لا يكفيان للقضاء على النزاعات والإشكالات الأسرية. لا بد أن يواكب التعديل القانوني ولا بد أن يواكب التطبيق القضائي بأمور ذات جوانب أخرى وذات أبعاد أخرى، الأبعاد الأخلاقية. لا بد أن تنخرط المؤسسات المجتمعية
شتى أصنافها وبمختلف مجالاتها في هذا الورش، المؤسسات الدينية، مؤسسات الوساطة الأسرية، مؤسسات التربية والتعليم، المؤسسات التكوين بمختلف أشكالها، وكذلك المؤسسات الجامعية. وشكرا. تأتي هذه الندوة في إطار الإصلاح المدونة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله، وهذا الورش يأتي كذلك إيمانا من الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بأهمية الأسرة في الفقه العمراني البشري. بطبيعة الحال نحن مهتمون كجمعية بهذا المجال، مجال الأسرة، من خلال تضمين قيمها في المنهاج الدراسي عموما ومنهاج مادة التربية الإسلامية، ونتساءل ما مدى حضور هذه القيم الأسرية في منهاج التربوي عامة وفي مادة التربية الإسلامية خاصة. كما نؤمن من جهة ثانية أن تعديل هذه المدونة وإصلاحها يأتي من خلال تنزيلها وما أبان عنه من اختلالات، هذه الاختلالات تستهدف بالأساس مراجعة هذه المدونة لتكون في مستوى وتطلبات الشعب المغربي والمتغيرات التي يعرفها. ثم ثانيا هذا الورش المهم يأتي من خلال اهتمام الجمعية به، باعتبار أن من تتبع جميع الخطب الملكية منذ سنة 2003 إلى الآن، أي ما يقارب على 20 سنة، سيلحظ أن جلالته ركز على أمرين اثنين: المدخل البيداغوجي ثم المدخل التكويني. والمدخل البيداغوجي يتمثل أساسا في المرجعية العلمية المستمدة من الشريعة الإسلامية، والتي ما أفأ جلالته يركز عليه أنه لا يمكن بصفته أميرا للمؤمنين أن يحرم حلالا أو يحل حراما. ثم المدخل التربوي والذي نركز عليه كجمعية، وآن الأوان لكي نضمنه مفردات هذه المدونة على أساس أن تكون جميع هذه التغييرات أو كذلك الإصلاح المدونة بصفة عامة أن يراعي المرجعية المغربية، المرجعية التشريعية التي في حقيقة الأمر هي منصوص عليها في دستور البلاد اللي هي الإسلام.